تسجيلات الأكابر. الأكابر ريكورد. يلا معاي 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 لك هاي لك هاي معاك أبو المجد معاك لك هاي إيدان 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 لك هاي والحفلة حلوة والباين من أولها حبيبنا شادي والله لمجملها ايام هلوس اسمع 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 اسمع, اسمع. لمن ينتظرون سقوطنا احنا الليلة عندي بن عاشور وابن ابو سنيني وفي الخليل يعني بن عاشور ابو سنيني يعني وقطع بالقطاعة بديش نحكيكم قائدا الله تشكله ابو السعوديه نار الليل حمرا احنا ما بدنا حي حدا يحكي عنا ولا بدنا تاريخ يكتب عنا احنا التاريخ احنا اللي بنكتب عشان هيك شو بنقول لعيونك ابو شادي لا 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 ولا وحنا بليل اللي يرهب قبره فيها لنتك يحفر قبره وهذا الملعب وين اللي الدنيا يمتع بيها روس الشر نعرف مضيها وهذا الملعب وين اللي يقرا هذا الملعب وين لا 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 وحنا بالليل اللي يرهب قبره فينا لنتك يحفر قبره وهذا الملعب وين اللي يقرا هذا الملعب وين اللي يقرا طفاق الدنيا يمتع بيها روس الشر نعرف مضيها وهذا الملعب وين اللي يقرا هذا ايه وربيت على المراجل صاروا زلم علي ودعوسها برجلية اي المحترم نحترمه واللي يغلط نشرب دمه اي واللي ما يعرفنا زين ابن عاشور يعلمه هاي احنا الهيبة والدولة اسمع مني هالقوله هاي احنا الهيبه والدوله واسمع مني هالقوله ولا عنا في ارض الخفه بسموا الخليل دوله ولل على عشرة توم اللي ما هم خرج العشرة للعن 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 وانا وانا البيع التوم وانا وانا البيع التوم اني ذهب ما انباع وانا البيع التوم ولل على عشرة توم للعن على عشرة توم عليهم يا زين صلي شهرين في رام الله وباعون اصحابي يا مهلوس نسيوني يا مهلوس نسيوني ما بين الام والعالم والله باعوني وانا البيع الدوم انا البيع الدوم